السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي على اليوتيوب. اسمي هو مريم حسين من العراق. هذه قناتي الرسمية اسمها ملكة الباتشا العراقية، ولي قناة ثانية اسمها مريم الكربلائية، ولي قناة إنجليزية. هذه مجرد أحط بها فيديوهات مدة دقيقتين ثلاثة، يعني أحط بها مو أكثر من 5 دقائق، وما بها حكي. يعني أني كنت غايبة لبعض من الشهور لأنه تحولت، رحت إلى مدينة أخرى. أني هسه حاليا في ديترويت ميشيغان. اللي تحب أو يحب يشوفني يقدر يكتب تعليق، وأني أدز له الإيميل وأدز له التلفون مالتي، ونقدر نتفق في المكان نتقابل وأشوفهم ويشوفوني. يعني ما عندي أي مشكلة، أني أرحب بالجميع إذا كانوا عراقيين أو عرب. حاليا هسه يعني هسه حاليا لأنه تحولت وأخذ من عندي كثير من ال، يعني حولت السيارات البلايت مالتهم النمبر، I move everything، يعني غراضي أخذ من عندي بعض الشهور، الوقت، أطفالي مدارسهم، عملي، شغلي، على حد ما شفت مكان واستقريت. يعني أخذ من عندي بعض الشهور، أخذ من عندي وقت. أني عندي حساسية بعيوني، صار عندي حساسية مو زينة، فعيوني حمرة ومتورمة. فهسه بعض فيديوهاتي حيكون بياني لابسة يمكن مناظر، أو يعني هي عيوني هسه دا تتحسن شوية بعد شوية، بس هذا يعني دا أحطه لأنه يعني هواية متورمة. انتظروني في قنواتي الرسمية، حتكون مثبتة بأول رابط، وحطوا تعليقاتكم. واني آسفة كنت غايبة عنكم، ان شاء الله حقدم الفيديوهات الجاية حتكون على ما اعتقد، لانه لما دا احكي دا انسى اكل ودا اشبع، فعلى ما اعتقد حتكون يعني فيديوهاتي حكون سايلنت، ما حاحكي، يعني حاكل وما احكي لانه دا اشبع بسرعة. يعني لما احكي انسى اكل واوقف فاشبع بسرعة. حنسويكم فيديوهات مع الباتشا لأنه الكل يعرف أني أحبها للباتشا، أني أموت على الباتشا. أو حسوي غير فيديوهات أكلات متنوعة طبعا. أرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم، وأرحب بالتعليقات. وحنزل فيديوهات قريبا لأنه هسه استقريت، ذاتست يعني خلصت استقريت. انتظروني في فيديو قادم جديد. كسس 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 هوجز هوجز هوجز. خليني اغنيكم هاي الاغنيه مال باتشا مالتي. خليني اغنيها. شلون كنت ابدا؟ هي كلش حلوه الاغنيه، انا دائما اغنيها. السلام عليكم يا با، مشتاقه لكم يا با، اني احبكم يا با، اليوم اكلتنا الباتشا العراقيه يا با. تابعوني وانتظروني وحنتونس هوايه بقنواتي. هي الفيديوهات اللي حنزلها حتكون بملكه الباتشا العراقيه مريم الكربلائيه، حنزل بيها فيديوهات بس every once in a while. ملكة الباتشا العراقية شلون ما قلت لكم، هذه فيديوهات مجرد مو أكثر من 5 دقائق، يعني ما بيها حكي، مجرد أكل بس. ملكة الباتشا العراقية حيكون بيها شوية حكي وكثير من الأكل. تابعوني قريبا. I love you I love you. Kisses 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 and hugs hugs hugs. Bye bye. I'll see you.